يعني أمس طلع أحد المتسابقين اللي قالوا تكرر ثلاث مرات، وهذا أظنه سقط سهوا، مفروض أنه ما يطلع ثلاث مرات. لذلك اليوم راكان بن ملهي ما راح يكون معنا لأنه طلع مرتين، وأنا مجهز أسماء ما طلعت إلا مرة واحدة في المطبخ عشان حقاقا للحق. فبنسحب اليوم اسم راح يكون بدل راكان ملهي للأسف، يعني والله ودي كان بحضور. أهلا أحمد فراج، أهلا، كيف الحال؟ طيب، راح يكون بدال ركان، مع اني انا اتمنى ان ركان موجود من غير قصور في الباقيين. فبنسحب اسم اسلم، حيا الله ركان، انت كفو وسديد، وهذا هذا بيكفيك ان شاء الله. من بيكفيك الحضور اليوم؟ انت طلعت مرتين، انت صدق الحين؟ انت صدق هذا مقلب ولا صدق؟ لا والله صدق. ايش فيك؟ امانه صدق والله جد في دمك. شوف انت، انا ما عندي مشكله. السلام، اهلا سلطان، كيف؟ يا مرحبا وسهلا علي، انا اتقبل منك المقالب للامانه يعني، بس الا 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 الا, إلا يعني الشيء الجارح، لان هذا اعتبره جرح صراحه. انت ما انت اتوقع انك جبل ولا يجرحك اشياء مثل هذه البسيطه. لا هذا واحد، هذا مو بيجرحني انا، يجرح درجاتي على فكره. درجاتك مالك، لزقه لزقه معك لو يدرو. والله صدق من جدك. انت ترضى الظلم ولا ما ترضى؟ الظلم ما حد يرضى. نعم، هذا انا اشوف انه فيه شوي ظلم للمتسابقين اللي ما طلعوا الا مره واحده. ابد من عيني، لكن قبل هذه، عشان كذا انا سحبنا اسم وانا والعيال شيء واحد. بس انا قصدي اني متحمس للفقره هذه، سواء بخلي الدرجات على جنب. اول شيء كعلي لشخصه، يا رب والله العظيم اني مبطي منك يا بعد من زمان عنك. الشيء الثاني ان هذا قاسم مشترك بيننا وبين المتابعين. خلاص ابد، انت حضورك معنا اليوم ما عندي مشكله، كحضور تعال وخليك من ابسط حقوقي، لان اسمي ضار. انا من حقك، واذا بتقاسم درجات انا والعيال ترى ما هي مشكله بعد. من حضر القسمه فليقتسم. هذا بينك وبينه، من حضر القسمه فليقتسم. والله تستاهل، والله تستاهل الطيب يعني، والله طيب. طيب ناخذ الاسم اللي راح يكون معنا اليوم بدل من؟ بدل ركان ملهي. احمد فراج، طب مع الشباب. احمد فراج، احمد فراج، والله العظيم. ثم والله شوف، انا رجال ما يبغش، والله اني فاتح الدريشه قلت طبخه مكرونه. وش طبخه؟ قال حط مويه فوق المكرونه وكذا، وحط زيت وحط ملح. وانت تغشش يعني؟ سبحان الله، لان قلبي ابيض. لا اله الا الله، جاب. تعال احمد. اي والله تعال الحين. الله يعينك. الحمد لله لك يا رب. والله يا ركان ودي انك معي، لكني بكفيك. اقول بيض الله وجهك، وجهك انكم سحبتوا قرعه زين، لان عشان ما اجي مع الشخص هذا. والله من حقك، والله تبي الصراحه مبروك، تحمد الله صراحه. الحمد لله، تقول الحمد لله اكثر مره. لك الحمد، الله يعافيك. وعقبا ان شاء الله ما عندي. تعال 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 صدق، عادليات من هو الضيف حق الجاي ان شاء الله؟ عند الجمهور. الجمهور حبيبي على راسي. عادليات على راسي. سم، هلا يا مرحبا، هلا بقلبك. تخلني الحين اشيل ما هلا 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 يا رب بقلبك. ميوت، كيف افتح مايك يا حبيبي؟ عد المدح تكفى، انت عد المدح اللي قبل شيء تكفى. اقول اقسم بالله احبك يعني. يا رب قلبك يا اخي، انا احس اذا ما جيت سلمت عليك في شيء ناقص في حياتي. اعتبر هذا سلطان، اقسم بالله يا سلطان. ابد ما عليك، امور زين. عدل عدل عدل، امشي بسعدك. عبد المجيد بن نافل، سم ها انت. والله يا اخي انا ماسك على نافل من امس، من البارح ابن اطلق طبيخ. البارح انت فزت ولا انهزمت؟ ها البارح فزت ولا انهزمت؟ البارح فزنا. اوه شوف طارق، غطري غطري غطري. شوف ايش الله يبارك فيك. طلت ولا ما طلت؟ ما اللي مقابل الحوله الطيبه انت؟ علوم عد علومك، علومك علومك طايله طال عمرك. يا رب يطول عمرك. اي والله. يا دواسر يا هلا القبال اصيل، يا دواسر يا هلا القبال. بيض الله يجيكم، بيض الله يجيكم. طيب احمد الفرج، اتمنى انه يجي يا شباب عشان بس نكمل. عدريات من اي من الضيف؟ طبعا عدريات المفروض هي كل جمعه. أيه؟ الجمعه اللي طافت عشان زياره اخو ركان سلمان اللي مسي بالخير عليه وعلى اسرته الكريمه، كذلك اسره مهند اللي شرفتنا، اجلناها ليوم السبت. كذلك ان شاء الله عدريات الاسبوع هذا حتكون يوم السبت، عشان يوم الجمعه اللهم لك الحمد ستم تشريفنا بتقديم حفل احدى الجمعيات الخيريه في منطقه الرياض خارج يوم، إيه؟ يوم الجمعه. الحفل حيكون 5 العصر، فانت تعرف قبل ياخذ وقت وبعد ياخذ وقت. وعندنا ديلما حيكون ان شاء الله السبت العصر، ضيفي ركان بن ملهي. بقول شيء اليوم، شوف اليوم قال ميدك، قال لك الحمد لله ماني معك، تكفى اجلد تكفى باذن الله. يا ويلي انا الحمد لله ماني معك، لكني انا موجود هنا في ايسر صدر يا حبيبي. ترى انا مو قلب واحد من قلبي. الله عليك. طيب ممكن اقول شيء بس يا شباب؟ قلب ينبض القلب بعد اذنكم، بس عندي حاجه بسيطه. قول بعد اذنكم يا عيني حبايبي يا عيال. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. مرحبا يا رب قلوبك، حبايب قلبي يا رب قلوبك.
قسم بالله العظيم بذية والله طيب لا أنا معي فقرة ما أحبهم يا أخي. طيب يا جماعة الخير في تنبيه بسيط بس، أمس الشيف خصم على الفريقين وكان يقصد في خصمه اللي هو التقييم، لكن الدرجة النهائية مسجلة 300 600